فهعمل النهارده بسكوت بالعسل الاسود. خلاص؟ فاحنا عندنا هنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات دقيق، 2 بيضه، نص كوبايه عسل اسود، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زبده او سمنه، فانيليا، معلقه من القرفه، معلقه من الجنزبيل، ومعلقتين صغيرين من بيكنج باودر. فانا هاخد كده نص كوبايه الزبده مع نص كوبايه السكر واقلبهم مع بعض، نص عسل اسود، خلاص كده. وحطيت 2 بيضه والفانيليا، يبقى ده اللي انا حطيته هنا في العجان دلوقتي، او حتى على ايديكي، بس اهم حاجه لو انت هتعمليه على ايديكي يبقى ايه درجه حراره الزبده بدرجه حراره الغرفه. 3 كوبايات دقيق، معلقه قرفه، معلقه جنزبيل كرده صغير، ومعلقتين بيكنج باودر. نجيب حته كده صغنونه كده، نبدا ندور ونبطط كده، وبالشوكه نديها كام ايه بالشكل ده، تمام اهي كده. واحطها في الفرن على 180 درجه، تمام كده. واوريكم بس بقى بعد ما يستوي بيبقى بالشكل ده. خلاص